السلام عليكم، نورت شباب. يوم جديد وفيديو جديد، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا شباب مثل ما وعدناكم بويفر الجديد، اوكي مثل ما وعدناكم بويفر الجديد وشوفكم يا هسه. هذا السرنجة ماله بداية المراحل النمو ماله، يعني تقريبا هذا السرنجة تستخدم له من عمر يوم لحد عمر 10 ايام. بهاي السرنجة تزق سريلاك، خوش حكي. وبعدين هذا اذا تستخدمه او ما تستخدمه هم بكيفك، بس انا افضل هذا الطريقة، تمام احسن من هذا. اوكي دبية وراسية مال سرنجة مال اوبرا تقصة هيك، بعدين اعلمكم الطريقة شلون تسوون هذا همين. اوكي فهسه هذا بداخله بروتين، اوكي تخبطه هيك البروتين وتبدي تزغبي. تريدون اعلمكم الطريقة شلون تسوون طير اليف، اكتبونا بالتعليقات، تا فيديو جاي نشرح لكم. المهم هسه راح اشوفكم ويفر ويفر ويفر. ليش كنت ما مصوره من هو صغير؟ هسه اقول لكم ليش. طبعا هسه الوقت بالزق ماله، ليش ما صورته من هو وصغير من عمره كان 5 ايام؟ ليش قلت هسه صوره وبعد يوم ان يموت ما ترهم، فخليه يستقر حالته وبعدين نصوره. فما شاء الله حالته فول وبصيحه جيده، وقمت اصور بيها هسه حاليا. جبت بعمر 5 ايام ما صورت لكم بسبب خفت علي لا يموت من وهو صغير، وبعدين ما يصير، تمام. فهسه عمره كلش زين ان شاء الله، نعتني بيه. متعلم عزق اليدوي، باوع متعلم عزق اليدوي، باوع 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 باوع، تعال متعلم عزق اليدوي باوع. هسه نزقه قدامكم، تريدون طريقة شلون نسوي طير اليف نعلمكم. تزم الطير هيك اول شي وهيك تزقبي، تمام على كيفك، يعني لا تستعجل وياه، تمام ما تأذي خطي. هسه هذا حوصلته تقريبا شبه فارغة، باوع اوصلت شبه فارغه، خبطه هيك وتبدي تزغبي. هيك تبدي تزغبي، تخبط وترجع. على ما تشوف حوصلت، حوصلت صار بي اكل، باوع اكل ومي. شلون جاي يتحرك؟ دقيقة ويفر عيني مرة خستك، باوع هاي بطنه مبين منه. هذا سبع جرادله، بس كون تخليه بمكان يعني لا حار هواي ولا بارد، مكان زين، تمام تا الطير ما يتمرض. وثاني شي لا تخلي بطنه يتبلل، الطير الصغير بس يتبلل بطنه قبل يموت يلتهب، يعني خاف تخلي بمكان ويجي مي عليه ما يصير، تمام. رجلي تشلبت هنا عادي، هسه بعد شوية زقه كافي. هذا مكعكة البدرنك، يعني يطلع مثل ويفر القديم اللي عندنا كان، وش حكي يطلع مثل ويفر القديم. هاي طريقة الزق، ما هو السرنجة ما بقى شي، شوية زقة لا تترس حوصلت هواي، لأن الطير راح يتمرر عندك إذا تنطيك اللي هواي.
هذا يراد له بعد تبين هو عينك ميزانك وش حكي عينك ميزانك الطريقة تريدون اكتبونها بالتعليقات اخليكم تسوون طير اليف ان شاء الله طريقة سهلة اوكي احنا ربينا كل شيء من الحيوانات وسويناها اليف يعني ما بقت على هذا ما تصير اليف جبنا عصفور وطيور وفختية والقواقي او الياكريمات البرية والحياة انواع حيوانات بانواعها سويتها اليف تمام المهم نشوف الحمر هاي شنو هاي شنو النوب باقي برا وناسي برا ستوراني نسيت هاي بعد برا اوفا الا لونات شلتهن طبعا لاني كلهن شلتهن افتح الحمر اوفك من التور اوفك من التور ونفتح الحمر وش حكي ما ادري انكشين لا والله ما ادري خلي طلع عالسما قبل هاي الحمر يعني هاي التار هم وياها افك من التار سالفته سالفه وين ذني طقه من جوقي هاك طلع قبال عادي 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 ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك شلون هنا الحمر هلو هلو مو دول عينك اوجوقي شن رايكم بهن شباب ساعدنا حمر تور ما شاء الله هلو هذا هم راد افتح جنحه بس خليه حاليا للتنوالات لان اثنين رزع حاليا بقي للتنوالات خوش حكي خلينا برزة ما ينزل برج 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 يلا صار انطشار ها دقلة دقلة واحدة ها طهرني يا طار منك لاني زوج طورنيات انت على ما تنزل هنا فوق مهم شو نريد من هنا احنا هاي حسي عشارة عشارة نزل بعد كاميرا خوش طيرة مو طيران اكيد هلا 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 لا لا فول الفول ما شاء الله فول الفول شنو رايكم بين شباب شنو رايكم بمطيارة جاي تشفص جو حار ما اريد اوقف الشمس ايش قد ما نضل بالشمس شوي نتفص الجو صاير حار وش حكي هاي التور لك هلا لك هلا ماكو انا يجي احمر غريب نخبطه ما يجي بس نخبط انذب لايت نوالين حطته
ونعلمه وياهن نزيدهن يعني. اوع تونس تونس. حتى مطيارها صايرة حلو شباب. حتى مطيار اصبروا لنا اسبوع حما نطير لكم التور ونطير حمر يعني تور وحمر سوا نطير تور يصادم بالعالي والحمر جوه هيك طيرها فاش حكي جوكتين يعني. خلينا نزن هنا بدون تنوالي تعلمن شنو رايكم؟ مو يلا الا على تنوالي والله الأحمر حلو مطيارة مو مثل التالي يا خالي باوع داخن 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 أو نزل واحد هناك عادي 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 ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك جاي أحسب هنا ايجي هذا جنح نسى شباب على مود هاي بابا الطير انتهي 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 عاد لي قبال على بورد يلا يعني قبال على بورد يلا 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 بورج 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 وين قلنا بورج وقلنا بورج يلا يا ولد ايه حله طوار بعناه ايش هذا طار ديش يلا يا ولد يلا الكم يطيرون بعد هي الدلالون خليكم برا لعد خليكم برا طلعن يلا طلعن اللي هني يطيرن شباب اللي هني يطيرن بس خلي هذا شوي ارتوى خطيه اللي هني يطيرن يدللون علينا الحمر يدللون علينا عيني اذا ما تعبهن اليوم ادق هنديك اخلي بس البرج فتحه يركضن بيه شعدنا هنا والله زوج ايرانيات سالفة ما تفيد سالفة ما تفيد ايش عيني زواج لما ما تفيدني شنو السالفة شو هذا مين والله ما ادري ايش جاي يصير بالتور ايش بيه الزوم مال الكاميرا ايش بيه هاي التور سوى طبقة شباب وبالقفص عندي قفص مال ببغاء مال ببغاء خوش هاتشي سوى بي طبقة هسه اشوفكم شلون طبقة انه بشلون قفص يعني اعتبره خانة انت خوش حكي اعتبره خانة مو قفص هاي الحمر نزل نشوف بالله ارتاحن لا هاي التور طواير وفحل طواير وفحل سد الباب هاي الحمر خطيه تعبان اوكي تعبان صار لهن فتره ما طايره شباب مو قلت لكم اشتغل بالسطح
الراتبه الراتب الابراجي سطح شلون طلع الا لو انا شايل هين خليت هاي تول الاخضر الهين خطيه جو حار اذا بين شمس راح ارجع التول الاخضر الهاي البروز همين كامل هيك فرده هيك تسحبه تفتحه وتسد مثل قبل مثل ذاك الصيف اللي راحت خوش هاتي احسن ما يصير خطيه طيور جو شمس والجو صاير حار ما شاء الله بس بعد باقي مطر ما ادري هاي الاسبوع يمطر اكو مطر اكو لو حتى مطر يعني جو حار يصير الطيور ما عليهش اوكي خلي اشوفكم هذني الزوج يلا عيني شباب الطبقة هنا صايرة هاي المأكلية وهذا المشربية وهاي الطبقة زوج بخاريات يطقن بالقاع مو طيور ضيم هاي طبقة جديدة يا شباب بهاي القفص ها ما اخذت راحتين ينزلن يطبن للعش وامورهن عدلة تمام هاي شلون ست هاي اكل مالتهن بس خليه يفرخن ونصورهن لكم تمام لاني زوج بخاريات خليك ويا التور وذني التور همين رجعنا يمهن بس اشوفكم ذني الما بهن حلقات ذني طيور جدد كمثال كم باولي هنا طيورنا بهن حلقات سوت باليمنى هاي ما بي حلقات هاي جديد مثلا اوكي بعد واخريج هذا ما بي حلقات مو شوفي بالتعليقات سيلونا طيور الجدد اللي جايبين بيهن تقريبا 10 جدد البقية كلها مالتنا قديمة الطواير وذاك اللوت بس خليك من الجنحة خوش حتي نختم الفيديو من نهاية ان شاء الله عجبكم ويفر ان شاء الله عجبكم الفيديو ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة والمشاركة الفيديو ان شاء الله تونستوا ويانا شكرا للمشاهدة تحياتي لكم عيني